محجوز اليوم من 10 حتى للسبت. البطولة هي الدورة السادسة لبطولة الشباب اللي احتضنها مدينة الدار البيضاء واللي كتضم الدورة اللي تعرف مشاركة 5 فرق وهي المملكة العربية السعودية، الكويت وتونس، الجزائر بالإضافة إلى المغرب. ونأمل أن تكون هذه البطولة من ناحية التنظيم من أحسن نجاح، نضمن لها النجاح إن شاء الله، والنتائج اللي تكون إن شاء الله جيدة، والمشاركة ديال المنتخب المغربي نأمل لأنها هي استعداد للبطولات القادمة، البطولة الإفريقية وبطولة كأس العالم لهذه الفئة. نأمل أن تكون النتائج ديالنا وإعداد منتخب لأنه هو خلف للمنتخب الكبار، ونتمنوا النجاح المره اخرى ومقام طيب للاخوان، لان مدينه الدار البيضاء مده من 2002 ما نظمتش ظاهره من هذا الشان ديال كره اليد، وبالتالي بغينا نحييو. وكان بهذه المناسبه كنشكروا جميع فعاليات ديال الدار البيضاء على مجلس المدينه الشخص العمده، وكذا مجلس جهه الدار البيضاء السطات، وكذا مجلس العماله ديال الدار البيضاء، بالاضافه الى جماعه ولاد صالح اقليم النواصل اللي استحضروا بعض مقابلات هذه الدوره. كنتمنوا مره اخرى النجاح لهذه الدوره. شخصيا انا زرت كثير مرات المغرب ولعبنا برشا بطولات في المغرب، بل انا من تونس في الاتحاد العربي عملنا برشا بطولات في المغرب، ونعرف ان المغاربه يعني متميزين في التنظيم، هذا ما عندنا حتى ادنى شك. تنظيميا نعرف ان البطوله ان شاء الله حتكون ناجحه. تبقى المستوى الفني هذا اللي مش نشوفوه مع المنتخبات، 5 منتخبات من اقوى المنتخبات في السن هذا في العرب، لو نضيف ليهم مصر، مصر مش موجوده، المغرب والكويت وتونس والسعوديه والجزائر من احسن الفرق في السن هذا. ان شاء الله تعدى بطوله ممتازه، ان شاء الله تشوفوا مستوى مميز، وما عندناش شك انه المغرب يعني بلد يفرح بالضيوف، واحنا مرتاحين في المغرب ان شاء الله.